وضد ظهور الإعلامي أو الفنان أيا كان، أو المبدع أيا كان في أي منحة من مناحي أدوات تعبيره. أنا ضد أن يظهروا المبدع بهذه الصورة إطلاقا، لأنه هذه اللحظات الضعف دي يعني حقيقة الواحد فيها بيسخر. بتذكر من الأشياء التي ألمتني جدا لما عاد أحمد المصطفى بعد الحارس المشهور، وجابوا الأستاذ أحمد المصطفى ويحمل، وكان شكله ما أحمد المصطفى، فأنا جابوه لي كان في قسم الأخبار. أتذكر أنا ما كنت مسؤول، لكن جابوا لي الحكاية دي أقرأ وأسأل مراجعة، قلت لهم الخبر ده أنا ما بزيعه، قلت واضح ده ما أحمد المصطفى، أنا ممكن أزيع عنده أحمد المصطفى رجع وما زال مريضا، ونسأل الله أنه ربنا يعينه ورب وأحمد المصطفى يعود كما كان كما عرفناه، لكن أن أجيبه في لحظات ضعفه لا. أنا ضد المسألة دي، وضد الذين يعني يأتون ويسجلون يعني لبعض الرموز اللي عرفت. هي سنة الحياة طبعا يا أخي، الإنسان بيكبر والإنسان بيتغير كثيرا، ولكن كمان أنت كإعلام ما تصهر عشان أنت عاوز تصهر تجيب فلان الفلاني وهو في حالة ضعف ليه؟ وجاي سوء يكون عشان يكون عنده حاجة معينة داير قرش قرشين، لكن حرام يا أخي حرام. أنا أتذكر برضو حصلت لبعض زملائنا وأنا زعلت جدا وتكلمت جدا وتكلمت في الموضوع ده، قلت لهم يا جماعة حرام أن يظهر هذا المبدع العظيم الذي يعرف بالشخصية القوية يظهره بهذا المظهر الصعب، يعني اللي فيه رثاء له من جماهيره اللي ظلت تحبه. ما عيب بكي خلي مع أسرته يعني يموت مستورا بعيدا عن الناس وأعين الناس. العقاد لما سألوه قالوا له للأديب المصري الكبير، قال لهم ماذا تريد أن تكون في يعني أيامك الأخيرة تعيش؟ قال لهم أريد أن أعيش بعيدا عن الناس وأعين الناس في رابية من رواب البحر الأحمر، يعني يكون بعيد ويلاقي ربه هناك. ما عاوز لا زول يشوفه هو في حالة صعبة. العقاد بهذه السمعة العظيمة يا دامر الله سبحانه وتعالى تتقبله أيوة أيا كان، لكن كمان أنت يعني الجماهير دي بتتألم لما تجيب لها مبدعة ده، خليهم يشيلوا عليه ولا يعني يرفعوا له الدعوات ويرسوه بالمراسل الكثيرة. ولكن أنا بفتكر ونحن ليه سعد السؤال ليه الناس عندها مثل غريب جدا يقول لك إن شاء الله يوم شكره ما يجي، ليه يوم شكري أنا ما يجي يا أخي؟ أنا ما يكرمون أنا شديد، أنا كمبدع فنان مغني ولا كإعلامي ولا كصحافي ولا ليه أنا ما أكرم؟ ليه أنا ما أكرم في حياتي؟ إن شاء الله يوم شكر. لا يوم شكري زي ما قال محمود أبو العزايم الله يرحمه، قال ليه يوم شكري لما يجي حس يعني أكون أنا حي يعني. وأتذكر يعني أنا الحكاية دي دائما بقول إن شاء الله يوم شكرنا ده يجي ويكرمونا ونكون، والحمد لله والله الشعب السوداني ده أنا شخصيا والله في كل يوم بيكرمني بأمنياته بدعواته باحترامه لي بحبه لي زي ما أنا بحبكم، زي ما أنا بحبكم أيها الشعب العظيم. والله أنا زي ما أنتم بتحبوني والله أنا بحبكم أكتر وأكتر وأكتر وأكتر.